شفنا موضات مرة كثيرة، بس يمكن الموضة الجميلة اللي الآن بحكي لكم عنها موضة منتشرة بين البنات الله يحفظهم إن شاء الله، هي موضة أنه أنت تحددين متى تبغين تولدين. يعني تروحين لدكتورتك تقولين له والله أنا حابة التاريخ الفلاني أنه أنا أولد فيه وباليوم الفلاني، يعني ما أعرف بس بنتأكد من ذا الموضوع اللي أنا والله العظيم عندي فضول أعرفه. الساعة حاجة غريبة، الساعة تحددها ولا ما تحددها؟ أكيد مع ضيفتنا اليوم الدكتورة هنا، حياك الله دكتورة. أهلا وسهلا، حياكم الله. أولا أشكر القناة على الاستضافة، وأشكرها كمان على الطرح المستمر والهادف لمواضيع مهمة، مواضيع صحية مهمة في المجتمع. أهلا بك يا دكتورة. وأنا يعني سعيدة حقيقة بالمشاركة لو بالجزء بسيط، والمشاركة وإثراء التثقيف الصحي في لدى المرأة في المجتمع وهو ما نحتاجه. جميل. كلنا نعرف دكتورة أنه الولادة القيصرية لازم تعمليها لما تكوني مضطرة، يعني إذا الدكتور نصحك بهالمعلومة. بس نبغى نعرف هل فعلا في واحدة تجي مستشفى تقول لك أنه أنا أبغى أولد بالتاريخ الفلاني وبالساعة الفلانية، يعني هي تحدد كل شيء؟ الحقيقة إذا جينا نناقش لابد تركيز على نقطتين مهمة، وهذا ما نواجهه يوميا في العيادة مع مرضانا، اللي هي تحديد معرفة تحديد موعد الولادة، متى المرأة يعني ممكن أن تلد بشكل آمن، ومتى الحاجة، متى ممكن يكون في حاجة لتوليدها. النقطة الثانية كيفية الولادة. كلنا نعرف أن الله سبحانه وتعالى خلق المرأة وجبلها وهيئها جسديا ونفسيا واجتماعيا لتحمل لتلد ولتكون أم. فالولادة الطبيعية معروفة، الولادة تحصل تلقائيا بشكل طبيعي خلال يعني عبر المهبل. صحيح. في الوقت المحدد يعني تلقائي. الولادة القيصرية وهي عبر التوليد الجراحي، عبر القطع الجراحي عبر البطن في حال حاجة لها. لكن يعني نرى حالات وبازدياد في الوقت الحالي اللي هي طلب التوليد يعني أسباب اجتماعية أو توقيت موعد الولادة، أو أنه طلب كمان الولادة بالعملية القيصرية. فهذه مشكلة نواجهها وبشكل يومي وبازدياد الحقيقة. وأنا أتوقع أن الأساسها لعدم الوعي، الوعي وعدم الدراية الكافية بمشاكل العملية القيصرية والتدخل الجراحي. فلا بد أن نعرف أنه في حاجة اسمها القيصرية حسب طلب الأم، حسب رغبتها وطلب الأم، دون حصول يعني آلام مخاض وطلق دون يعني الحاجة من ناحية الأم أو الطفل. يختارونها خوف دكتورة؟ قد تكون أحد من الأسباب الخوف، عدم الرغبة في الترقب والانتظار، المخاوف من الآلام، الجهل بمضاعفات العملية القيصرية عموما، وهذه واحدة من الـ من الـ من الـ الأسباب. بس دكتورة هناء، طب أوكي، يعني لو جات المريضة وطلبت من الطبيب أو الطبيبة حقة التوليد أن هي تبي تولد قيصرية وهي ما تحتاج هذا القيصرية، ليش الدكتور بيوافق بيولدها قيصرية؟ احنا أول حاجة احنا ما نعمم. هي البعض طبعا هي موجودة في العالم موضوع الولادة حسب طلب المريضة، هي نسبها جدا قليلة لكن موجودة وبازدياد. وحتى عندنا في المجتمع السعودي الآن كثير نواجه بنات يعني أو نساء يطلبن الولادة بالعملية القيصرية، ما له علاقة في عمرها ولا علاقة بعدد الولادات، بس أحياناً الخوف العوامل يعني أنا أعرف تولد المرأة قيصرية في حالة الجنين متعرض للخطر، طبعاً في دواعي، عندها مشكلة في نعم في دواعي الحوض. في دواعي للأم وفي دواعي للجنين. فالتدخل في التوليد الجراحي له حاجته، لابد أن يكون أكيد حاجته طبعاً. وطبعاً واجب الطبيب الحقيقة الشرح المكثف والتطمين المريض، تطمين المرأة الحامل، يعني أعطاها وقت وشرح الكافي للمخاطر، تطمينها أنه في مساعدة، في تخفيف للألام،
كمان الشرح يلزم الحقيقة الشرح الكافي واللازم لشرح تبعات التدخل الجراحي. أي. العملية الجراحية لها إشكالياتها خصوصا على الحمل المستقبلي. المضاعفات في 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 الحمل الحمل القادم اللي بعده. أي. من ضمنها يعني أشياء تهدد يعني المحافظة على رحمها، تهدد حياتها بصفة عامة، زي اللي هي نزول المشيمة، انغماد المشيمة المعيب اللي هي لما تخترق جدار الرحم وتوصل أثناء للمثانة وتأثر على على هذا يعني عشان ممكن نلجأ إزالة الرحم لا سمح الله النزف الشديد، هذا بعد القيصرية. أيوه بعد القيصرية مع تكرار القيصريات، تكرار القيصرية بس. هي في الآخر عملية آمنة سواء كانت، وكل الولادات سواء كانت قيصرية ولا طبيعية الاثنين لها مضاعفات. وحاليا العمليات القيصرية صارت متقدمة أكثر، شق البطن صار مختلف، التخدير ما صار كامل، صار عن طريق إبرة الظهر، صار لها يعني أخف بكثير مما كانت بالسابق. نعم مخاطرها صارت أقل. هي الحقيقة شق البطن صار مختلف، لا ما هو بالطريقة هذه. نعم في تقدم في الطب الحمد لله، فيها تقدم كمان في التدريب على التدريب جراحي، حتى كمان البرامج التدريبية الأطباء النساء والولادة في تطور، في اختلاف، في تقدم في التخدير، ما يعني ما نغفل هذه النقاط المهمة، لكن لا تزال عملية جراحية كبيرة، لا تزال أنها تحمل مخاطر ومضاعفات كبيرة تهدد حياة فإجراءها دون يعني حاجة طبية ماسة فقد يؤثر على سلامة الأم وسلامة الطفل. أكيد طبعاً. طيب خليني أقول لك حاجة حصلت معي، مش أنا طبعاً، مع أختي، كنت معها وقت الثامن، فجت على دكتورة على أساس أنه هي تحدد أنه تعرف متى الوقت الولادة المضبوط أو التاريخ المضبوط، لأنه كان عندها أشياء ثانية تعملها. فنصحتها وهي عند الدكتور، طبعا أنا جالسة والدكتور بجنبي، فتخيلوا لما أنا أجلس أخذ الحكي بالنيابة عن الدكتور أقولها لا لا ولدي قيصرية أنه أريح لك وأسهل لك، يعني تنامين تصحين تلقين طفلك معك، يعني هذا خليني أحكي لك المفهوم العام. يعني بما أني أنا ما جربت ترى والله فما أعرف، إحساسها جدا متعب، جدا متعب القيصرية. أيوة طبعا فما أعرف، فأنا نصحتها أنه هي تعمل قيصرية. شوفي دائما الترقب صعب يعني، وبالذات الأم خايفة حامل تعبانة يعني 9 أشهر حلت الولادة، طبعا خصوصا البكريات تترقب يمكن إلى 12-14 ساعة صحيح. من الولادة، وأهلها زوجها الكل يترقب، فهذا صعب عليها ترقب فتبغى تختصر. ما هذا كمان من الأسباب، بس هي ما ولدت يعني ما سمعت كلامي وما ولدت قيصري، ولدت طبيعي. ف يعني في وقت الولادة كانت تقول للدكتور، وأنا طبعا كنت أقول له كمان معها أنه الله يخليك ولدها قيصري فما كان يعني أنه خلص أنه خلص ولدها قيصري خليها ترتاح. ما نقدر نقول أن الولادة القيصرية هي آمنة. المشكلة البكر، البكر هنا اللي من جد وهذا يعني يضيق صدرك. وهذا سبب صراحة جلستنا الآن إنه لابد إن إحنا يعني نكثف التثقيف الصحي ونوعي المرأة بمخاطر التدخل الجراحي. وبعدين ترى يعني الموضوع جدا حساس وحرج يعني، لأنه في معدلات الولادة القيصرية بتزايد على مستوى صحيح العالم صحيح. يعني هذا هاجس حتى منظمة الصحة العالمية يعني، وأنه الازدياد في المعدلات يعني يثير القلق الحقيقة. لاحظي أنه آخر يعني آخر تقرير في لانسيت أنه وصل إلى أعلى من 50% ببعض الدول زي جمهورية الدومينيكان، البرازيل، أتوقع تركيا ومصر. عندنا في السعودية آخر إحصائية لوزارة الصحة 27%، لا نزال مع العالم، مع الولايات المتحدة تقريبا 32، UK تقريبا I think 28 لا نزال. فبس لو رجعنا للدراسات أو تحليل القراءات السابقة والإحصائيات السابقة نلاحظ ازدياد. يمكن يا دكتورة السبب الازدياد لأنه كثير صرنا نسمع والله رحمها صغير، والله حوضها صغير. زمان ما كنا نسمع هذا الشيء، حتى أنا أذكر جت فترة من كثر ما أسمع هذا العذر من مثلا صديقاتي اللي كانت في مرحلة ولادة، تقول لك والله الدكتور هو اللي قرر يولدها قيصري أو سيزيريان بسبب ضيق الحوض.
هل هذا مثلا يكون لي سبب بسبب ارتفاع هذه الولادات او لا؟ لا هو واحد من العوامل. أيوة. واحد من العوامل اللي قد يرجع الطبيب لتوليد المراه بالسيزيريان. بالسيزيريان. أيوة. اذا كان في اي شك في الحوض، مسار الولاده غير طبيعي، عدم توافق البيبي مع قلب بين الجنين، بين حجم الجنين والحوض والبيرث كانال، مسار الولاده يتدخل اكيد. طب انا نفسي اسال سؤال، يعني يمكن لانه زي ما قلت لكم انه انا ما اخذت التجربه، بس من جد يعني الطفل مضايق امه طول التسع شهور وجالس يلفلف وحوم كبده وجالس يلفلف ببطنه، جت على الولاده وما يلف، هنا من جد لا كيف للتصحيح ما هي قصتي لف طبيعي، البكريه يتجه الجنين بالحوض من 36 اسبوع يكون متجه السابع الحوض نازل باتجاه الصحيح. أي. بالرأس نسميه سفالك. أي. متجه في رأسه، ما في حاجة اسمها يلف. إحنا إذا كان الطفل ما هو بالوضعية السليمة، يعني زي الطفل المقعدي، الطفل المستقبل، هذا من البداية يكون مقعدي. والله اللي مستعرض ده أنا حبيته، هذا ولدوها قيصرية وريحوها. إيه طبعاً طبعاً هذا أكيد. إحنا يعني في دواعي للقيصرية واضحة قطعية، يعني ممكن يعني تكون واضحة أثناء المتابعة في الشهر الأخير. صحيح. وفي أشياء تطرأ طارئة أثناء الولادة يضطر الطبيب يعني يتدخل، كارتفاع البيبي مثلا من عدم الانحشار الرأس بالحوض بالشكل السليم، توجهه في البيرث كانال اللي هي قناة الولادة بشكل صحيح، يلزم التدخل. ما هي ليش صارت مخاض من اسمها ولادة؟ يعني نقيم المريضة كل ساعتين، نتابعها، نشوف اتجاه الرأس، نزوله، هل في إشكالية على الرأس والحوض بنفس الوقت، يعني تقييم الأم والطفل أثناء الولادة. بس خليني أسألك آخر سؤال إذا تسمحي لي دكتورة، ما في فحوصات، يعني أنا ما شفت في فحوصات تنسأل أو تنعمل قبل الولادة، هذه أبغى أعرف ليش؟ كيف يعني؟ لا يعني قبل المرأة ما هي شهرة؟ المرأة إذا كانت تتابع للحمل، ويفترض أنها تتابع للحمل من بداية الحمل، ينعرف العمر الجنيني، يتم حسبة موعد الولادة التقريبي بدورتها الشهرية إذا كانت منتظمة، وإذا ما كانت متأكدة منها وما كانت تأخذ أي موانع حمل، يتطابق مع العمل الأشعة الصوتية في البداية، بداية الحمل قبل 12 أسبوع، لأن هذه الأشعة الدقيقة يعني حساسياتها تقريبا من يومين إلى خمسة أيام في حساب هذه، تتم عمل بعض الفحوصات، يراقب نمو الطفل، ممكن أنا أعرف بعض الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى قيصرية الولادة طبيعية من بدري، يعني من قبل موعد دخولها حتى التاسع. صحيح. يعني حصول مثلا سكري الحمل، كبر حجم الجنين، ازدياد في حجم الجنين قد يعرض المرأة للولادة بالقيصري. طبعا ما في حاجة اسمها قبل الولادة أنا أقول أتكهن 100% أنت بتولدي طبيعي، لا، حتى اللي عندهم سابق قيصري في مجال أني أعطيهم فرصة تولد طبيعي بعد ما أكون أنا متابعة المريضة وعملت نقاش مكثف معاها، طمنتها، أعطيتها معدلات الخطورة اللي هي التأثير السلبي أنها تخوض تجربة الولادة، لكن أنا ما أضمن لها، أنا أحدد لها أنها ممكن تخضع للتجربة. صحيح. وأتابعها ما قبل الحمل لحد لآخر فترة من الحمل، أقول أنه ممكن تروح تولد طبيعي أثناء الولادة، لكن أنا ما أضمن، أنا ممكن أعطيها الفرصة وتولد تدخل في مرحلة الولادة. صحيح. لكن كون نجاح التجربة هذا يأخذ وقت، عشان كذا احنا دائما نناقش الأمهات نقول تقول أنا ما أبغى أتعب، لا تتعبوني أثناء الولادة وبعدين تنتهي قيصري. أنا يعني الطبيب ما يضمن، أحيانا يطرأ حاجة طارئة زي ضعف نبض الجنين، التدخل السريع لأي مسمى. صحيح. سواء عندها قيصري أو ما عندها. هو مع الأسف الشديد دكتور هناء، لو كل السيدات تعرف إيش السايد إفكت اللي بتجيها بعد الولادة القيصرية، ممكن الكل يبطل من موضوع الولادة القيصرية. لكن إحنا رحنا عملنا استطلاع رأي وسألنا الناس إيش رأيهم في اختيار موضة تحديد موعد الولادة، نشوف ونرجع لكم. أحس ما في داعي إنها تحدد موعد الولادة وتاريخه. والله ما أدري، يعني أحس خلاص خليها من ربنا تيجي أحسن. يعني لا طبعا هذا شيء غلط، لأنه بيأثر على صحة الطفل، بيأثر على صحة الأم في نفس الوقت. يعني صراحة موضوع يعني ما أحس له داعي إنه والله أخلي مولودي بتاريخ معين، لأنه
كذا ولا كذا ما راح استفيد. يعني تقريبا لازم البيبي يكمل 9 شهور في بطن امه، يعني اذا انت مثلا قدمتي المده واخرتيها اكيد في اضرار على البيبي وعلى صحتك انت كمان. اشوف انه ياثر اساسا على الشخص، لا بحياته العمليه ولا بحياته، يعني مجرد تاريخ. لانه اهم شيء انه يكون يعني بصحه وعافيه، هذا اهم حاجه. يعني احس انه توجههم الحين صار مره مبالغ فيه، انه حلو نكون يعني واصلين لهالتطور ويعني التقدم بالطب، بس الشيء المبالغ فيه يبقى مرفوض. يعني ما اشوفها حبه كويسه لانه مضره للام، ممكن اي ما لها داعي لانه ما راح يكتب الجنين اساسا. دكتورة هنا أكيد شفتي معانا كيف استطلاع رأي أغلب الجماهير، بتقول لك لا أهم شيء إنه الواحد يقوم بصحة وعافية سواء كان طبعًا قيصرية أو طبيعي طبعًا. بس الكل بيفضل إنه الطبيعي، يعني طبيعي. أنا بس كنت أبغى يعني استرس على البوينت المهمة اللي هي لابد من معرفة المضاعفات للقيصرية. المضاعفات كثيرة، من ضمنها من أساسياتها إنه المخاطر على أعضاء الحوض، جرح المثانة، الأمعاء أكثر في مع القيصرية، وخصوصا تكرار القيصريات، حدوث الالتصاقات في الحوض. صحيح. وصعوبة التوليد والعمليات بعد كذا حيكون أكثر، حدوث الجلطات قد تهدد حياة الأم، حصول النزيف أكثر طبعا مع العملية القيصرية. صحيح. وهذا قد يعرضها لأنها ممكن ينقل لها دم، ممكن لا سمح الله تنزف يأثر على سلامتها. حساسية برضو من التخدير. التخدير العرضة من المضاعفات. صحيح. التخدير إذا كان التخدير بالتخدير العام أكثر طبعا من التخدير الموضعي. الالتهابات لا سمح الله، التهابات الحوض وأثر على الحمل المستقبلي واحتمالية الحمل المستقبلي. أكيد. التهابات الجرح، الفترة المعافاة من العملية القيصرية طبعا حتى لو كانت ستريت فورورد سيزيرين حتاخذ وقتها. أكيد. يعني 3 إلى 4 أيام الأسبوع الأولاني، غير لما تكون والدة طبيعي. وبال يعني الأخير أنا ما نتكلم نقول حنا يعني على العموم ما نعمم إن الولادة الطبيعية دائما آمنة. آمنة صحيح. أو إن القيصرية تكون فيها ريسك، لابد إن نشرح للمريض ولابد الممارس أو الطبيب. صحيح. واجب الطبيب إنه يحدد ياخذ قراره السليم في الوقت المناسب. فما أقدر أقول إنه على حسب الحالة. على حسب الحالة. individualized management، يحتاج على حسب إيش يحتاج المريض في الوقت المناسب. بالضبط. سواء قيصري أو طبيعي، أهم شيء عندنا سلامة الأم والطفل والتدخل في الوقت السليم. أكيد. أيوة. شكرا لك دكتورة هنا، شرفتينا ونورتينا، وشكرا لك من جديد على هذه المعلومات القيمة. الله يسلمك. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا فاصل، رجعوا لكم من جديد.